الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والله يعصمك من الناس، صدق الله العلي العظيم. الكبد، القلب، الرئة، الكلية، المخ، هذه الأعضاء الرئيسية وغيرها طبعاً في داخل جسم الإنسان هناك شبكة ارتباطات بين هذه الأعضاء. مما تجعل أي خلل يحدث في أي عضو من هذه الأعضاء يترك أثرا سلبيا على بقية الأعضاء. أحيانا الأثر السلبي يكون ضئيلا لأن الخلل ضئيل، أحيانا الخلل خلل كبير فيحدث مشكلة كبيرة في بقية الأعضاء. أحيانا هذا الخلل يسبب توقف كل الأعضاء عن العمل، تنتهي حياة الإنسان. هذا الارتباط وهذه الشبكة من الارتباط بين هذه الأعضاء في هذا الجسم الصغير، جسم الإنسان، الأمور الكبيرة والصغيرة في هذا الكون مثالها مثال هذه الأعضاء في جسم الإنسان، بدءا من أكبر جرم في هذا الكون إلى أصغر جرم. هناك شبكة ارتباط في هذا الكون تربط بين الأجزاء في هذا الكون،
كما أن أعضاء الإنسان تؤثر وتتأثر ببقية الأعضاء، كذلك في هذا الكون أجزاء هذا الكون تؤثر وتتأثر ببقية الأجزاء. هناك ارتباط وثيق جدا، البشر ما اكتشف من هذا الارتباط إلا أقل من 1 بالمليارات، ولكن اكتشف أن الشيء الفلاني يؤثر في الشيء الفلاني في هذا الكون، وباستمرار يكتشف ارتباط بين الأجزاء في هذا الكون. إذا حدث خلل في جزء في بعد من هذا الكون، هذا الخلل قد يوجد خللا كبيرا في كل هذا الكون. من هنا نعرف إحدى أسباب عصمة الملائكة. الملائكة معصومون، لماذا؟ إحدى الأسباب أن الملائكة هي التي تباشر إدارة هذا الكون، كل شيء في هذا الكون ملائكة تديره، تباشر إدارته، بدءا من الأجرام الكبيرة كالشمس إلى ذرات التراب إلى قطرات المطر، ملائكة تدير. إذا لم تكن، يعني لو لم تكن الملائكة معصومين، لأمكن أن ملكا من الملائكة يخطأ في جزء من هذا الكون. هذا الخطأ قد يسبب مشكلة كبيرة في هذا الكون، في نظام هذا الكون. نظام الكون دقيق، هذا الشيء مرتبط بذاك الشيء، المجرات مرتبطة بهذه الأشياء، هذه الأشياء مرتبطة، هناك شبكة. إذا حدث خلل في هذه الشبكة في بعد، يحدث خلل في كل الشبكة. الملائكة معصومون، لا يخطئون، ولو كانوا يخطئون ما كنا نرى هذا النظام في هذا الكون، بل أقول ما كنا نرى هذا الكون، الشيء كان ينعدم، كان ينهدم. الشيء المترابط إذا لم تحفظ هذه الروابط بينه، بين أجزاء هذا الشيء يختل. سيارة صغيرة إذا حدث خلل في إحدى الأجزاء في هذه السيارة قد تتعطل السيارة عن الحركة، فكيف بهذا الكون الضخم؟ الملائكة معصومون كي لا يحدث خلل، كي لا يحدث انهدام، بل قد يكون انعداما. أهمية عصمة الملائكة في الحفاظ على هذا النظام، بدون عصمة الملائكة التي تدير هذا النظام كان هذا النظام لا يوجد، ينهدم أو ينعدم. هذه أهمية عصمة الملائكة. الآن نأتي إلى عصمة الملائكة. عصمة الملائكة كيف حصلت الملائكة عليها؟ الجواب، عصمة الملائكة ليست شيئا مستمرا بوجوده الأولي. الملائكة أصبحت معصومة، هل إيجاد هذه العصمة يعني استمرارية هذه العصمة؟ لا.
عصمة الملائكة لها مدى، لها مدة، بانتهاء هذه المدة العصمة تنتهي. كم هي مدة عصمة الملائكة؟ الجواب على ذلك جواب غريب، سنة واحدة فقط. الملك الذي يصبح معصوما يعطى من هذه العصمة، يعطى هذه العصمة لمدة سنة فقط لا أكثر، بعد سنة مدة هذه العصمة تنتهي. يحتاج كل ملك أن يجدد هذه العصمة. بعض الأشياء بحاجة إلى تجديد سنوي، دفتر كذائي يحتاج إلى تجديد سنوي، إجازة كذائية تحتاج إلى تجديد سنوي، عصمة الملائكة بحاجة إلى تجديد سنوي، مدتها سنة واحدة فقط لا أكثر. كيف تتجدد عصمة الملائكة؟ وأين ومتى؟ هناك حديث شريف، هذا الحديث الشريف شيء من التفصيل فيه، مذكور في مصادر عديدة، من أهم المصادر التي ذكرت وروت هذا الحديث الشريف هو كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، من أهم الكتب تعلمون، وغيره من الكتب أيضا من المصادر للروايات الشريفة. هذا الحديث الشريف ذكرت جوانب منه سابقا، أنا الآن شاهدي في جانب واحد من هذا الحديث الشريف. هذا الحديث يذكر أن هناك احتفالا سنويا يقام، هذا الاحتفال لا نظير له، لا نظير له في عدد الحضور، أكبر عدد حضور في احتفال يحصل في هذا الاحتفال، لا نظير له في شخصيات تحضر في الكيف، لا نظير له في مكانه، لا نظير له فيما يوزع في هذا الاحتفال. ذكرت ذلك سابقا، لا أريد أن أقف عند هذه الأمور. احتفال استثنائي، هذا الاحتفال يقام في الفردوس الأعلى في قصر كذائي وصف، قصر عجيب. هذا الاحتفال يقام سنويا في يوم عيد الغدير. الذين يحضرون في هذا الاحتفال أهل السماوات الملائكة. احتفال مفصل، مفصل واستثنائي. من جملة استثنائيات هذا الاحتفال أن الذي يتهادى هدية من ملك لملك في هذا الاحتفال، ماذا يتهادى؟ يتهادى نثار فاطمة. في آخر هذا الاحتفال، عند نهاية هذا الاحتفال، هذا نص عبارة الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، فإذا كان آخر ذلك اليوم، يوم الغدير، آخر يوم الغدير في هذا الاحتفال، فإذا كان آخر ذلك اليوم نودوا، هناك يصدر نداء، ممن لا أعلم، من الله سبحانه وتعالى بواسطة، على أي حال الملائكة تنادى، هناك شخص ينادي الملائكة الذين حضروا هذا الاحتفال، وعددهم تعلمون مليارات ومليارات مليارات المليارات، الله العالم بعدد الملائكة، نودوا انصرفوا إلى مراتبكم فقد أمنتم من الخطأ والزلل إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة، إلى قابل، ف
في مثل هذا اليوم تكرمة لمحمد وعلي. هذه الأسماء هناك تتجدد في هذا الاحتفال. أسماء الملائكة تتجدد إلى متى؟ إلى سنة واحدة، إلى مثل يوم الغدير. وفي مثل ذلك الاحتفال في السنة القادمة، عند ذلك يلزم أن يحضر الملائكة حتى يحصلون على الأسماء مرة أخرى. فقد أمنتم من الخطأ والزلل إلى قابل في مثل هذا اليوم. هذا الأسماء مدتها إلى عيد الغدير مرة ثانية، إلى حضور هذا الاحتفال. يعني ماذا؟ يعني كل نظام هذا الكون قائم على عصمة الملائكة، عصمة الملائكة قائمة على الغدير، لا، قائمة على الحضور في احتفال غديري. يلزم أن يحضر الملك في هذا الاحتفال حتى يعصم. لو لم تحضر مجموعة من الملائكة في هذا الاحتفال ماذا يحدث؟ لا يبقى نظام، العصمة لا تكون، إذن النظام ينتهي. لا أقول فقط وجود البشر ينتهي، وجود البشر بسرعة ينتهي، أبسط خلل في هذا النظام ينهي وجود البشر، البشر ضعيف جدا في جسمه. أقول قد تنتهي الحياة في هذا الكون إن لم يحضر أو لو لم يحضر جمع من الملائكة في هذا الاحتفال الغديري. هذا بعد مرتبط بمعتقدنا. شاهدي في بعد آخر، أقول قد يكون مثل هذه القاعدة، مثل هذا القانون فيما يرتبط بنا. لا أفصل، قد يكون الحصول على العصمة بالنسبة إلينا، لا أقول العصمة المطلقة، جزء من العصمة، أي منا لا يحب أن يكون معصوما على الأقل من بعض الذنوب؟ كل مؤمن يحب، كل مؤمن يبحث عن هذه العصمة، عصمة من الذنوب، لا، عصمة من بعض الذنوب. كثير من المؤمنين يحبون أن يقلعوا أنفسهم عن بعض الذنوب. عصمة، أين تحصل هذه العصمة؟ كيف تحصل هذه العصمة؟ قد يكون طريق من طرق تحصيل العصمة من الذنوب أو بعضها، من الأخطاء أو بعضها، الغدير، لا، الحضور في احتفالات الغدير، المساهمة في الاحتفال الغديري، إقامة احتفال غديري. كيف؟ نترك الموضوع. هذا من جوانب، من، ويكفي هذا الجانب أهمية، يعني لو لم يكن للغدير أي أثر إلا هذا الأثر لكفاه عظمة. كل نظام هذا الكون قائم بهذا الاحتفال الغديري، لا يكفي؟ لو لم يكن أصلا في يوم الغدير إلا هذه القضية فقط، إلا هذه الكلمة فقط في هذه الرواية الشريفة لكفته أهمية أم لا؟
هذا بعد. بعد آخر، أرجو أن لا ينطبق هذا الشيء السيء علينا. أرجو، ما هو هذا الشيء السيء؟ ما ورد في حديث الفاطميات سلام الله عليهن. حديث الفاطميات حديث سنده رائع. هذا الحديث تنقله فاطمة عن فاطمة عن فاطمة. إلى أن تنتهي إلى سيدة الفواطم، سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الحديث الشريف هذا يروى عن سيدتنا فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر وعن أختيه زينب وأم كلثوم. ينقلان أو ينقلن هذا الحديث عن عمتهن فاطمة بنت الإمام جعفر ابن محمد الصادق، عن عمتها فاطمة بنت الإمام محمد الباقر، عن عمتها فاطمة بنت الإمام زين العابدين، عن عمتيها فاطمة وسكينة ابنتي الإمام سيد الشهداء، عن عمتهن سيدتنا أم كلثوم. قد يكون المقصود من أم كلثوم السيدة زينب الكبرى أو السيدة زينب الصغرى، عن أمها سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. الحديث مختصر ساطر. قالت سيدة نساء العالمين: أنسيتم، إن شاء الله هذه الكلمة لا تنطبق علينا، أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ الخطاب بالدرجة الأولى موجه إلى الآخرين الذين نسوا ذلك اليوم وذلك القول لرسول الله صلى الله عليه وآله في معتقدهم. أسأل: هل هذه الكلمة بعد منها كلمة أنسيتم، هذه الكلمة بعد منها ينطبق علينا أم لا؟ نسينا الغدير أم لا؟ نسينا قول النبي صلى الله عليه وآله يوم غدير خوم أم لا؟ أرجو أن لا ينطبق علينا. حسب تصور بعض العلماء، جانب من جوانب هذه الكلمة ينطبق على بعضنا. قد أوفق أبين لكم في جلسة أخرى إن شاء الله ارتباط هذه الكلمة بنا، توجيه هذه الكلمة إلينا. ممكن أن تنطبق هذه الكلمة ولو في جانب منها علينا. هذه النقطة أيضا أتركها. لي بمناسبة اقتراب هذا العيد الأكبر، عيد الله الأعظم الأفضل،
الأكبر. وكلمات أخرى من أمثال هذه الكلمات وردت في الروايات الشريفة عن عيد الغدير: أفضل، أكبر، أعظم. كلمات أخرى أيضا. لي اقتراح: البعض ليس من الصحيح أن يطبق هذا الاقتراح، البعض لا يتمكن أن يطبق هذا الاقتراح، البعض غير مقتنع بتطبيق هذا الاقتراح. باستثناء هذه الفئات الثلاثة، لي اقتراح لبقية الفئات: أنه في يوم الغدير الذي لا يكون من الفئات الثلاث الأول يأخذ إجازة. في يوم الغدير لا يكون ملتزما بدوام، ملتزما بوظيفة، ملتزما بعمل. البعض ليس من الصحيح أن يأخذ إجازة. لماذا؟ لأهمية عمله، لضرورة عمله للناس. طبيب خبير يحتاج الناس إليه، قد لا يكون له بديل في ذلك المكان، ليس من الصحيح. البعض لا يتمكن، لا تعطى له الإجازة، لا يرخص. البعض غير مقتنع. أما إذا لم يكن الإنسان من هذه الفئات يأخذ إجازة في يوم الغدير، لماذا؟ أولا، الشيء يصبح واقعا بقرار دفعوي أحيانا، بشيء تعييني. أحيانا يصبح الشيء شيئا فشيئا، يوجد الشيء شيئا فشيئا بصورة تعينية لا تعيينية. قضية الغدير إسلاميا قضية كبيرة جدا وجدا وجدا. جوانب عديدة من قضية الغدير جوانب استثنائية لا نظير لها في تاريخ الإسلام، لا أقول عند الشيعة، حتى عند الآخرين. ذكرت بعض الجوانب، سمعتم بعض الجوانب من الخطباء الكرام، قرأتم بعض الجوانب، وهناك جوانب أخرى أيضا. حادثة الغدير، يوم الغدير يوم استثنائي، آية الغدير آية استثنائية، التأكيد من الله سبحانه وتعالى على تبليغ ولاية أمير المؤمنين في الغدير تأكيد استثنائي، قضية استثنائية لا أريد أن أفصل في هذا الجانب. هذا اليوم الاستثنائي أحيانا يصبح عطلة بقرار تعييني، أحيانا يصبح عطلة بقرار تعييني، يعني شيئا فشيئا. أنت لا تداوم، الثاني لا يذهب إلى وظيفته، بإجازة يأخذ إجازة. الشخص له إجازة أيام في السنة، يجعل يوما واحدا من هذه الإجازة في يوم عيد الغدير، شيئا فشيئا بعد فترة يصبح أو تصبح عطلة الغدير شيئا طبيعيا بطريقة تعينية لا تعينية. هذا أولا. ثانيا، عادة الدوامات تكون فترة الصباح إلى بعد أذان الظهر بساعة، بساعتين، بثلاث ساعات، بوضع مختلف. هناك صلاة، وتعرفون هذه الصلاة، صلاة تصلى في يوم الغدير قبل أذان الظهر، قبل الزوال، زوال الشمس، قبل أذان الظهر بساعة أو بنصف ساعة. نصف ساعة يعني تقريبا ساعة بساعاتنا. تصلى هذه الصلاة في هذا الوقت، صلاة في أهميتها، في ثوابها، في آثارها استثنائية. اقرأوا كتاب مفاتيح الجنان، اقرأوا كتاب الدعاء والزيارة، اقرأوا نص الرواية الشريفة، صلاة عجيبة، رغم أنها صلاة ليست طويلة، لعلها تأخذ من وقت الإنسان نصف ساعة تقريبا، تقريبا أو أكثر بقليل أو أقل بقليل، تقريبا هالحدود.
هذه الصلاة صلاة مهمة جدا، يسوى أن المؤمن يأخذ إجازة فقط لهذه الصلاة، أن يتمكن أن يصلي هذه الصلاة. طبعا في الدوام لا تتمكن أن تصلي هكذا صلاة، خذ إجازة حتى لو لم تكن أي فائدة إلا هذه الفائدة، أن تدرك هذه الصلاة قبل أذان الظهر في وقت الدوام يكون عادة. هذا ثانيا. ثالثا، مستحبات الغدير العظيمة الأثر، العظيمة الثواب، أثر دنيوي ثواب أخروي. اليوم الذي تكون مشغولا من أول الصبح إلى بعد أذان الظهر لا تتمكن أن تهتم بهذه الأمور غير هذه الصلاة، بقية الأمور، التعيد في يوم الغدير، صلة الأرحام في يوم الغدير، التواصل مع الإخوان، إخوان في الدين في يوم الغدير، مساعدة المؤمنين في يوم الغدير، الصوم في يوم الغدير. مستحبات الغدير مهمة جدا وثوابها عظيم جدا. هذه الأمور تؤجل إلى يوم آخر، يسوى لو لم تكن أي مزية أي أثر في إجازة يوم الغدير إلا هذه المزية، أن يتمكن الإنسان من أداء بعض الأعمال المستحبة، بعض الأعمال المستحبة الاجتماعية. هذه الأعمال لا يتمكن أن يعملها الإنسان، الإنسان يشتري قوت سنته، عادة في هذه الأزمنة الإنسان لا يشتري قوت سنته، قوت شهره. الإنسان يشتري أشياء جديدة لأهله، أنت مشغول في الدوام تتمكن أن تفعل هذه الأمور. آثار الأعمال الاجتماعية الصالحة التي لها آثار كبيرة وثواب عظيم في يوم الغدير. هذا اليوم يخصص، هذا اليوم أكون حرا، لا أكون ملتزما بشيء، بدوام، بعمل، بوظيفة، لا، هذا اليوم أخذه إجازة، والإجازة شيء ممكن تحصيلها لكثير من الناس. هذا اقتراحي في هذه السنة وكل سنة، هذا اليوم يوم إجازة، يوم الغدير، يوم عظيم. هذا اليوم الذي كان أعظم فرحة في حياة النبي صلى الله عليه وآله. ما كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله طيلة فترة رسالته الشريفة فرحة مثل فرحة يوم الغدير، هذه الفرحة الكبرى، تستحق أن تكون هذه الفرحة الكبرى كما أراد لها رسول الله، كما أراد لها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن تكون عيدا بكل مظاهرها. هناك حديث آخر عن بعض النقاط الأخرى المرتبطة بيوم الغدير المبارك وبعض الجوانب السلبية التي حدثت في المسلمين والجوانب الإيجابية التي كانت بسبب الغدير، الجوانب السلبية بترك الغدير والجوانب الإيجابية بالارتباط بالغدير، نذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى في فرصة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى بفرحة النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير أن يفرح قلوب المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه. اللهم بحق محمد وآل محمد، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم ارزقنا اتباعهم في الدنيا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا، ارزقنا خدمتهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر. Oh.